اوكي، السلام عليكم. طبعا بهذا المقطع راح احكيكم عن طرق تقدر تجمع بيها برايم وجيم، فيب خلونا نبدي. طبعا اول طريقه تقدر تجمع من خلالها برايم وجيم هي من خلال المهام اليوميه. المهام اليوميه اللي يجنك بالعالم هن اربع مهام، تقدر تشوف انه يطلع كل وحده تعطيك 10 برايم وجيم، فاذا جمعناهن راح يطلع عن 40 برايم وجيم. بعد ما تخلص تيجي تحاكي ام النقابه كاثرين وتختار اول خيار. طبعا انا مسوي المهام اليوميه فما اقدر ثاني الباشر، وراح يعطيك 20 برايم وجيم، فمجموع باليوم اللي تحصله هو 60 برايم وجيم. هذا الشيء يوم لازم تسوي. طبعا لو ما تدلهن او ما تعرفين تقدر تطلب من انا على هاي مالت المهام وراح يطلع لك هنا مجرد تسوي لها نيفيجيت. طبعا ثاني طريقه تقدر تجمع من عندها هي من خلال ادفنتشر بوك، تقدر تشوفها هنا. انا طبيت راح تشوف انه اكو 9 شابترات باللعبه، كل شابتر عندك مهام تسويهن وراح يعطيك برايم وجيم. مثلا هنا انا 50 100 100 100 راح يصير لنا 150، وكل ما تخلص واحده من هذه المهام ايضا راح يعطيك اكس بي ويعطيك شغلات حلوه. وهنا اكو بعض المهام اذا خلصتها يعطيك وشات. هاي الطريقه الصراحه طريقه مو بس راح تستفاد من عندها برايم وجيم، راح تستفاد ايضا اكس بي. ثالث طريقة واللي هي من خلال الايفنتات الموجودة باللعبة. صراحة شيء مهم لازم تسويه، حتى لو اكو ايفنت ما تقدر تخلصه تقدر تخلي واحد من اصدقائك يطب وياك ويساعدك بالايفنت. مثلا نقدر نشوف الايفنت هذا مالت ندور هذا الهيليتشر، الطانة تقريبا هن 7 ايام او 6 ايام، كل يوم راح يعطينا 60، وهذا لازم انت تخلصه. اكو هواي هواي ايفنتات راح تجن باللعبه يطنك برايم وجيم، فانت دائما خلص الايفنتات لا تسحب عليهن. طبعا مو بس الايفنتات لا تسحب عليهن، هنا لا اول ما تيجي شخصيه جديده راح يعطوك 20 برايم وجيم اذا جربت الشخصيه، فانت ايضا جرب الشخصيه ما تلا عجبتك وانت مقرب على البيتي. طبعا اللي ما يعرف شلون يجيب شخصيه 5 ستار نزلت مقطع عن شخصيات 5 ستار وشون تجيبها، روح شوفها تلقاها بالقناة. طبعا خامس طريقة تقدر تجيب من خلالها برايم جيم هي من خلال الانجازات. هنا تقدر تشوف اكو هواي انجازات تقدر تسويها بالعالم يطنك برايم جيم هواي كلش. طبعا ان شاء الله قريبا راح انشر فيديو عن انجازات سهلة تقدر تعطيك برايم جيم، فخليك متابع للقناة. تقدر هنا تشوف انه اكو هواي هواي مهام وكغلبيتهن تقدر تسويهن اذا افتهمت هو شريد من عنده. طبعا تقدر تشوف المهام وتحلهن، ولا ما تعرف شلون تحلهن ان شاء الله راح انشر مقطع قريب عن مهام ايزي تسوي. طبعا الطريقة السادسة تقدر تجيب من خلالها برايم وجيم هي من خلال العالم. اكو شيء ممكن انتم ما تسحبون عليه لكن العالم مهم وخاصة الصناديق. هنا هذا موقع راح اخليكم رابطة بالوصف تروحون تطبوا له. طبعا هذا الموقع يطلع لك شكو شيء بالعالم تريده، مثلا كريستالات مالت تطور بيهن بريج اي شيء. هنا يشوفون عدد الصناديق المهول تقدر تفتحه بالعالم مالتك. طبعا لو فتحت كل ذن الصناديق او حتى جزء من عندهم راح تحصل برايم وجيم بشكل كلش هواي، فانت دائما حاول خاصة انت بالبداية دائما حاول تمشي بالعالم، يعني تبديها مثلا تروح تنتقل لهذا التليبورت وتبدي تمشي دائر ما دائر هذا المنطقة وتفتح صناديق، ودائما لا تصير يعني من النوع اللي يقول اوه ما اقدر امشي من هذا التليبورت لحد هنا. لا، هي اللعبة استمتع، تستمتع وانت تستكشف العالم وايضا تفتح صناديق يطلعلك برايم وجيم هواي. طبعا الطريقة الثامنة اللي نقدر نحصل من خلالها برايم وجيم واللي هي من خلال الباتل باس، بس للاسف الباتل باس بعدها ما راجع. لكن الباتل باس كل ما توصل ليفل 10 و20 و30 و40 و50 يعطيك وش. طبعا لا انت ما مشتري باتل باس يصير 5 وشات من البنر العادي يطنك من هاي 5 وشات. طبعا لو اشتريت الباتل باس راح يطنك 5 وشات للبنر الكاركتر ايفنت وش، وراح يعطيك ايضا 680 برايم وجيم. وثاني طريقه هي من خلال الشخصيات الفور ستار واللي هي الايفنت مال تحكي ويا الفور ستار. تقدر تشوف ان انا مخلص اغلبيه الايفنتات، هنا انا خلصت اغلبيه الشخصيات بقال بس نويل وديونا. طبعا مالت الشخصيات ما راح يعطيك بس جوائز برايم وجيم، راح يعطيك ايضا اكس بي
وجوائز كلش حلوة، كتب مال تطوير، مالتك كريستالات مال تطوير، اكيد وراح يعطيك ايضا كل شخصية تعطيك 60 برايم جيم موزعات على 20 20 20. طبعا ولا انت ما تعرف شلون مثلا وصلت المكان، مثلا نقول انت فتحت ثلاث نهايات بس النهاية الرابعة والخامسة مثلا ما تعرف تفتحها، روح اكتب باليوتيوب اسم الشخصية واكتب بصفة كويست وراح يطلع لك الشخصية وراح يطلع لك اشخاص مسوين كل النهايات، شلون يجيب كل النهايات وشلون تفتحهن من خلال المفاتيح. المفاتيح تجيبهن كل ما تسوي 8 مهمات يومية، اي مهمات يومية مات يومين تقدر تاخذ المفتاح تسوي له كلايم، راح يصير عندك 3 مفاتيح اول حد الاقصى، وكل شخصية تريد مفتاحين على مود تفتح قصتها. طبعا طريقة مهمة اشوف واي لاعبين ساحبين عليها واللي هي السبارر ابيس. سبارر ابيس شي مهم كلش، تشوف انه كل شابتر من التشابتر اللي حتصلف بيه 3 نجوم راح تقدر تاخذ عليه 100 برايم وجيم، فانت احسب اذا تقدر تعدي الطابق من الاول لحد الثامن راح تحصل على عدد مهول من البرايم وجيم. طبعا لا انت مثلا ما تقدر تعدي الطابق السادس او الطابق السابع او الثامن، نزلت فيديو بالقناة عن سبارة الابيس وشون تعديه ومعلومات راح تخليك تعدي الطابق بشي سهل يصير عندك، وخاصة شرحت السابع مشكلة السابع والثامن، فتلقون المقطع على القناة روح شوفه. طبعا لا خلصت من الطابق الاول لحد الثامن راح تحصل برايم وجيم عدد خرافي، ولا عديت من الطابق التاسع لحد الطابق ال 12 راح تحصل تقريبا 600 برايم وجيم، وهاي 600 تتجدد كل اسبوعين، اي انت احسب انه كل اسبوعين عندك 600 برايم وجيم، فانت دائما حاول توصل للطابق التاسع وفوق على مود تبدي من يتجدد راح تحصل البرايم وجيم ما راح يضيع عنا ليك. انا هسه راح اخلص الطابق ال 11 واوصل لل 12. ال 12 شوي مواجه فيه مشكلة بس على ما اطور شخصياتي واعطيهم ارتفاكت حلوات راح اقدر اعدي. طبعا نجي للطريقة اللي اعتبرها الصراحة ربح مو خسارة، واللي هي من خلال البطاقة اللي تشتريها من المتجر، تقدر تشتريها بخمسة دولار وراح تحصل 300 كريستالة وراح تحصل 90 برايم وجيم كل يوم، كل يوم طبل اللعبة راح تحصل 90. طبعا لو جمعناها راح يصير 2700 برايم وجيم من ال 90 و 300 راح يعطيك اياهم بالبداية راح يصير 3000، راح تحصلهن لمدة 30 يوم، يعني كل 30 يوم تقدر تشتري بطاقة وراح تحصل 3000 برايم وجيم. يعني نجي للطريقة الثانية نقدر من خلالها نشتري البرايم وجيم، واللي هي من خلال نقدر نشتري البرايم وجيم بالنشحن. تقدرون تشوفون انه اول ما تشحن اول مرة راح تحصل بونص اي دبل اللي اشتريته. طبعا انا ما شاحن فري تو بلاير. هنا تقدرون تشوفون انه ال 50 دولار تقدر تشتري 3280 كريستالة، اي احنا واحنا نحصل من خلال ال 5 دولار راح نحصل 3000 كريستالة، فراح نوفر 50 دولار راح نحصلها، بدل لا نشتريها ب 50 دولار راح نقدر نشتريها 5 دولارات، فشي رهيب الصراحة هاي البطاقة. وهنا تقدرون تشوفون انه تقدر منها تشحن هنا خليك طرق الدفع هواي تقدر تشحن من عده، بس اني فري تو بلاير فلذلك ما اشحن. طبعا اخر طريقة تقدر تحصل من خلالها برايم وجيم هي من خلال متجر بايمون. متجر بايمون يعطيك كل شهر، كل تقريبا شهر راح يتجدد عندك راح يعطيك 10 وشايات، 5 من هذا و5 من هذا، تشتريهن من خلال هاي الزرقة، هاي العملة الزرقاء، وهاي العملة الزرقاء راح تطلع لك من كل وشاية تسحبها، كل وشاية تسحبها راح تعطيك 15 وحدة من هاي، تقدر تشتري من هنا الوحدة ب 75، فلازم تشتريهن. انا اشتريهن خلال الشهر كامل، انا تلقاني مخلص هذني العشر وشايات، وتقدر من هنا ايضا تشتري وشاية بخمسة من هذني، بس ما انصح انه تصرفهن على الوش، تقدر تشتري من عندهن شخصية او اسلحة. طريقة ما ذكرتها واللي هي انه من خلال تحل الغاز باللعبة، اكو الغاز مخفية باللعبة راح تعطيك برايم وجيم الى حليتها، مثل اكو جزيرة هنا مخفية او اكو هنا مهمات مخفية هنا تحلهن وراح يطنك ايضا برايم وجيم هواي، واكو ايضا مهام تحتوي شخصيات او هاي راح تعطيك برايم وجيم. ان شاء الله انزلكم فيديو عن مهام سرية تقدر تسويها تحصل من خلالها برايم وجيم.
طبعا هنا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى عجبكم المقطع، لا تنسون لايك والاشتراك في القناة، وياه مع السلامة. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it'll